في وسط لا يوجد جدار أو واجهة أو جسر إلا وكتب عليه عبارات شعرية وغزل ومواعظ وأحكام، وربما تكون معرف في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو أسماء معينة يراد إيصالها وكأنما رسالة مقصودة على جدار مدارس الطالبات. والله للأمانة احنا يعني ما كانت منتشرة بصورة كبيرة، لكن هسه بالآونة الأخيرة نشوف كثير، بحيث أي مدرسة حتى إن كانت روضة فيعني نقدر نشوف إنه كتابة على الجدران أو حتى يوزراتهم مال انستغرام، حساباتهم، أبيات شعرية. وللأمانة يعني هاي ظاهرة نقدر نقول مغلوطة وغير لائقة لا اجتماعيا ولا حضاريا. ظاهرة الكتابة على جدران المدارس، على جدران الدوائر الحكومية، على جدران المحافظة يعني بصورة عامة هي ظاهرة غير حضارية. نتمنى من الدولة أن تتابع هذا الموضوع. هاي العبارات يعني ما تليق بالمحافظة وتشوه صورة المدينة يعني بصراحة. غياب الوعي لدى البعض ممن يعتقدون طريقة التعبير عن مشاعرهم بهذه الكتابات التي تعكس صورة وثقافة المجتمع، وعدم وجود التثقيف الفعلي والجاد لإخراج المراهقين الشباب من حالة الفوضى إلى الشعور بالمسؤولية وروح المواطنة والحفاظ على الممتلكات العامة. كتابة على الجدران هذا ما يدل على ذوق ولا على ثقافة، أكيد هذا التشوه البصري، بمعنى أنه يؤثر بالسلب على المشاهد. احنا نتمنى أن يعني يكون هنالك ندوات بهالخصوص للحد من هذه الظواهر والسلوكيات اللي بدأت تنتشر من بعض الشباب الطائش بكلمات نابية ما تدل على ثقافة المجتمع أكيد، وهذا يقع مسؤوليته أمام الطبقة المثقفة. ظاهرة ليست بحضارية، الكتابة على جدران المدارس وأبنية المحافظة بدأت تستفحل في واسط والحلول غائبة. من محافظة واسط حسن الرسام، قناة التغيير.